كيف حاله أيها الطبيب؟ حالته خطيرة، إنه متقدم في سرطان الكبد. مستر ميخائيل نعيمة، الحمد لله أنك جئت. أين جبران؟ وماذا حصل له؟ ذهبت إليه كالعادة لأنسخ أعماله، رأيته متألم وقد خارت قواه. سألته هل أستدعي لك الطبيب مستر جبران؟ قال لي باربرا خذيني إلى المستشفى. كان يشعر أنه بحاجة إلى المستشفى، لم يعد باستطاعته المكابرة. وماذا قال الأطباء؟ حالته خطيرة مستر نعيمي. وهل عرف بحالته؟ لم يعد يشعر بمن حوله، لقد فقد الوعي بعد الظهر. الطبيب يقول إن حالته متقدمة في سرطان الكبد. جبران يا صديقي الحبيب، ليش كتب لي كل حتى لحظة اعتذارك؟ ليش كتب لي شوفك في اللحظات الأخيرة من الزمن، الفسحة الأخيرة من المكان؟ ليش؟ يا ترى تعرف شو عم بصير؟ تعرف انت وين ولوين رايح؟ ورح نلتقي هوني من جديد. قديش حكينا عن الموت؟ تتذكر لما قلنا انه هو ولادة جديدة؟ يا ترى في هاللحظة هاي عم تشعر بأنه هو ولادة جديدة؟ وإذا كنت هلا يا جبران ما عم بتفكر لا بالأرض ولا السماء ولا الموت، بشو عم بتفكر؟ ولا لحظة الاحتضار أعمق من الفكر والحلم والخيال؟ مرحبا يا اختيار. اهلا بهالطلي، في مكاتيب لاهل الضيعه؟ هيدي هي منزل الاب اصطفين، يسلم ليد السيده كامله رحمه. تعرف وينه؟ بيته من هون. يا
هجنيني مكتوب من بيو لبطرس؟ من البرازيل. كلك زاوية حضرة البوستجي دايب قلبي وأنا ناطر هالمكتوب. وليش هالمكتوب بالزيت؟ صار له 3 أشهر جوزي ما بعت لي مكتوب. وليش تتبعتيه على البرازيل؟ هيدي بلد بعيد كتير كتير. وانت شو حشرك؟ انت البوستجي الجديد؟ أنا البوستجي الجديد يلي تشرف معرفة أهل هالضيعة يلي بيطيروا العقل. أنا ما بعته على البرازيل، هو قرر وراح لوحده، وبس يجمع قرشين نضاف رح يبعت ياخدني أنا وابني. الله يخليكم لبعضكم. وين الحلويني؟ حلويني؟ تفضل. الله معك. الله يسلمك. وحياة العذراء يا راجل بيك صرنا على الحديدة، لشو الرب يدود الأز إذا الضرايب على الحرير ما عم تخلي لنا شيء؟ عم يدفع اليوركو على الأراضي المزروعة شجر توت، ما بيكفي يعني؟ صار بدهم ياخذوا منا العشر على الحرير بنبيعه برا جبل. شو يعني؟ لازم نلبس كل الحرير اللي بيطلع عنا تتوفي معنا؟ هيدي قرارات المتصرفية ومش بإيدي تغير قراراتها. هيدا غير الميزان. شو أحكي لك يا راجي بيك؟ هن الحكم والقاضي، واللي ما بيوزن عندهم بيصادروا الرزق. شفت بحياتك هيك ظلم يا راجي بيك؟ برجع بقول هيدي قرارات ما بتتغير. وأنا صهر أبونا أصطفان جوز المعترة كاملة الله يرحمه، راح على البرازيل حتى يغتني، وكانت مرته عم تحضر حالة تلحقه، بس هلأ راح تبقى هون برعايتنا. I'm